تذكير بأهم العناوين. المواطنون يشكون الروتين الإداري في دائرة مرور صلاح الدين وينتظرون عوائد مشروع الماء الكبير في التجيال. انتخابات مجالس المحافظات تدخل مرحلة الأمر الواقع، وحرق لافتة المرشحين يؤشر الخسارة المبكرة للنفوذ بالحكومات المحلية. خلاف شيعي على طبيعة العلاقات مع واشنطن، والسودان يضع الفصائل أمام خيار الردع غير المتوازن والعقوبات. العراقيون يرفضون فكرة الوطن البديل وأخواته، والأسطى محمد يترك باب مخبزه مفتوحاً بعد منتصف الليل ليأخذ المحتاجون الصمون بكرامة. نهاية النشرة، نلتقيكم على خير في أمان الله.